فيها 39 غرام فاصلة 9، الثمن ديالها 21100، يعني راه تكون تبارك الله، يعني كتبان الماوية. نحاول نحط عليها ديال باش تبان اكثر، لان في الطبرو ما زكاتش. تبارك الاخوات، شو راه تكون تبارك الله كتبان، يا سلام. هذه الاخوات ديالها 21100، جوج 8 و 22000 ريال، 2110 اورو، 2110. غزالة هذه الاخوات، يعني اللي بغاتها تسكرينها، بقات عندي هذه اللي بقات عندي في الغلاط. شحال ثمن السلسلة بوحدها؟ اسم السلسلة بوحدها اختي اللي درتي عليها، يعني اسم السلسلة وندوز عليك، يعني هذه الشوبار، الشوبار هذه اختي دايرة 1500 درهم، هذه الشوبار هذه 1500 درهم، هذه بلا علاقة. هادو الاخوات 11000، 21100 درهم، 21100 درهم، جوج 8 و 22000 ريال. غزالة هادي الاخوات، راه تكون ماوية شي حاجة، يا سلام، ما شاء الله. مرحبا بكم الاخوات، شكرا لكم بزاف على يعني الكلام الاخوات، ما شاء الله تبارك الله، يعني الاخوات تبارك الله في الرزق، وتبارك لكم انتوما في اي حاجة عندكم الاخوات. اخوات هادو عندنا لكم فضيلة بالخاتم ديالو، طلبتني يعني واحد الاخت قالت لي بغيتو ندوزو ليه في اللايف، ندوزو ليك فضيلة الاخوات بالاباك ديالو، داير 18600 درهم، 18600 درهم لاباك والبراسي ديال فضيلة، 18600 درهم. هذا الاخوات لويز، الاخوات ها هو باش نحاول ندوز به اللايف هذا كامل باش كلشي يشوف، ها هو الاخوات لويز، يعني كيف كيداير لويز قديم، يعني لويز حر، اللي بغى بالجور جور حر حتى هو فيه، اللي بغى الجور يعني تاخذه ماشي مشكلة. تما الاخوات كاين هذا يعني تاع فضيله، داير 18600 درهم، 18600 درهم البراسلي والخاتم ديالو، يعني غزالين غزالين، شي حاجه يقدر تلبسيها وهماوية، يعني راه معروفه الاخوات فضيله كيفاش داير الخدمه ديالو، خدمه الاولى وخدمه قديمه. وبالنسبه للخضر، حجر خضر فراه حر، وندوز لكم ان شاء الله سري ثلاث كده. السلسلة بروما فيها 48 46 غرام فاصلة 4، الثمن ديالها الاخوات 24600 درهم، هذه 24600 درهم، 24600، 2460 درهم، 2460 اورو، 2460 اورو الاخوات، تبارك الله، وصحيحة مش حاجة اللي تلبسيها تاع الدوام، يعني غزالة ورائعة، والثمن ديالها راه مناسب، يعني برومو تبارك الله بهذا الثمن راه شي حاجة غزالة. وانتم الاخوات كاين هذا 24600 درهم، هاد السرتلة هادي برومو، قياس 6 ونص، هادي فيها القياس 6 ونص، غرامات مستر كاين اللي تحت، شنو فين درناها؟ كاين اللي تحت، طيب هادو الاخوات الغرامات ديال هاد السرتلة هادي فيها 46 غرام فاصلة 4، 46 غرام فاصلة 4، 46 غرام فاصلة 4، القياس الاخوات فيها 6 ونص، بالنسبة للطي ديال الاخوات يسول عليها 6 ونص، جا عليك الجور مالك يا واخا اختي، شكرا. اخوات حرام دابا حنا تنبيعو، ما تلبسو لا دابا لا والو، حنا تنبيعو صافي، يعني الاخوات راه حرام على الدابا الرجع، يعني تلبسو ورا اخوات نتوما تتزينو، العيالات اللي تتزينو بالدابا وتيجي عليهم وحل لهم الله. يعني الاخوات بالنسبه للثمن قلت لها هذا جمعك، شكرا لك اختي بالصحه والراحه. شحال جيك من بلاصه واش لويز تباع بوحدو ولا كلشي؟ اختي انا نحاول الا بغات شي كريانه بوحدو ندوزو ليها، يعني الا كان في رزقها، ما كانش في رزقها اختي ان شاء الله ندوز لكم كل وحده بوحده، وحده واحد السيده بعدا بغات 4 قبيله، قالت لي الا ما داش بغيت 4 منه، ان شاء الله ندوزهم لكم، يعني الا بغات 4 غندوز لها 4، واللي باقي ياخذهم، واللي بغا كله 25 لويزه راه حر وشي حاجه، يا سلام. يعني تقريبا لويزه كاين عندي فيها انا 1900 1911، يعني كل وحده ولادات ديالها، ولويز قديم 21 كاره، وتبارك الله يعني راه مولاتهم مهليه فيه، يعني باقي في الجور ديالو حر، باقي في كل شيء. طلبتها قلت لها خلي لي بالجور ديالو، قالت لي اللي بغاه، يعني قول لي الجور انا واخذها ب 1500 درهم، يعني قالت لي الا بغاه شي حد حاول تزيدني واحد الشيء وخذو بالجور ديالو، يعني الا كان فرزق شي حد
راه غياخذوا ان شاء الله هذه الوزاده ويستفد منه. راه تقريبا راه يعني تقريبا راه 100 عام تقريبا لا 110 111 عام 111 عام عنده هذا الجور هذا يعني في لادات ديال هذا وهي واخذه تقريبا قالت لي من السبعينات يعني راه مده يعني الوزاره الاخوات راه مقارضه يعني ما بقاش قليل في السوق يعني تسول الوزاره تلقى ولكن تلقى ماشي كاليتي تلقى اما مكوله اما هذه الاخوات يعني الويزا وغتشوفوها وغادي تشكروني عليها يعني ان شاء الله لا فرزقوا كاينه 25 الويزا يعني الثمن ديالها ان شاء الله 2800 درهم الاخوات 2800 درهم 56000 ريال 280 اورو ولكن راه الويز حر وش حاجه 21 كارو وش حاجه اللي مضمونه وهذا هو الاخوات اللي كاين يعني ندوز لكم ان شاء الله سفيان شحال داير الويز ديال فروج اختي داير 2800 درهم 280 اورو الويز هذا 280 اورو الويزا ان شاء الله راه الا كنفرزق شي اخت راه تاخذوا اليوم يعني ما يباتش عندي الا كنفرزقكم هذا الاخوات زينه وخزينه الويز راه نقارض يعني والله الا بواحد الطريقه اللي كبيره يعني شحال مره تيسولني في اللايف واش لقيتي الويز واش هذا انا مولاتو زعمت معاه وعطيتو الثمن اللي يحفزات تبيعو وبعثو ليا وان شاء الله خديتو باش دوز لكم في اللايف وتستافدوا منه واللي يستافد منه الله يسخر ليه وان شاء الله يربح فيه الويزه راه ما تيطيحش راه تيتزاد القيمه ديالو تتزاد يعني الويزه دابا بغينا ناخذها من الكليانت ناخذها ب 2500 درهم 2400 على حسب الويزه كيفاش دايره يعني باش ناخذها دابا انا في المحل اخوات هذا 12500 درهم 12500 درهم هذه السريت هذه رائعه لاطاي ديالها راه فيها ليطاي يعني كاع ليطاي فيهم هادو تاع البلدي 6 سنتيم الاخوات هذه فيها 6 سنتيم 6 سنتيم 21300 درهم جوج لويزات اختي انت حسبي 2800 ضربها في جوج يعني اخوات لا خدا 25 لويزه الا بغا شي واحد 25 لويزه غندوزو ليه كنتو بغيتو واحده جوج ثلاثه نقسمو ونبيعو ان شاء الله علاش لا نحيدو منه الجهور ونبيعو ولا 5600 الثمن ديالو 12300 درهم هذا اخوات 12500 درهم عفوا 12300 و500 درهم 1250 اورو 1250 درهم هذه هذه البلجيه هذه اللي غزاله ورائعه جاوبني علاش غنجاوبك اختي سلام اخي سفيان اللهم بارك وزيد في ذلك شكرا لك اختي وتبارك الله عليك نعم تمام اش هو كامل شحال جا لا الثمن اللي قلت راه ما هوش 2800 1500 اش هو 1500 هذاك الشيء اللي هاز 12500 درهم 12500 درهم ديال الاخوات 12500 درهم اجي يعني 12500 درهم 12500 1250 اورو 1250 اورو اخوات عفوا غلطنا في شي حاجه يعني حاولوا تصحوها شحال كولي لويز شحال هاد كولي كولو لويز ضرب لي 25 باش نديرها 2800 مضروبه في 25 يعني هذا 70000 درهم اختي 7 المليون 70000 درهم 7000 اورو على فرزق شي وحده 7000 اورو نحاول نقربوا لكم كاع باش تشوفوا يعني تبارك الله هذا هو عروسه تاع اللايف هذا لويز تبارك الله راه نقارض الاخوه شوف لويزه كيفاش دايره ها انتم يعني لويزه تفكرك في لويزه شوف لويز كيفاش دايره من الجنان يعني الحروشيه ديالو ماشي محيه يعني تيبقى لويز حر اصلي شي حاجه لويزه بلويزه والله الا قالت لي السيده مقلبها بوحده بوحده وقلبتهم انا صراحه يعني يستاهلوا اكثر من هذا الثمن هذا ولكن في وجه المتابعين الناس اللي تابعونا غنحسبوا ب 2800 درهم اللي كاينه في السوق والثمن اللي كاينه يعني راه كاينين لويز شويه ماشي بحال هذا وب 2800 درهم حنا جبنا لكم لويز مزيان وحاجه مزيانه و 2800 درهم 70000 درهم 70000 درهم 7 مليون 7000 7000 اورو 7000 اورو اخوات 25 لويزه كاينه عندنا بلا الاخوات تي رائعه شي حاجه يا سلام البلجي اخوات ما تيخطرناش في كل لايف انا البلجي هو اللي الرجوع الى الاصل اصل 6 سنتيم هذه الاخوات في الدورة هادي زويونة اخوات هادي راه عرض فيها يعني تقريبا كانت 8500 درهم دابا غنخليوها لكم 8000 درهم فقط الاخوات 8000 درهم 160000 ريال نبالة غزالة وصحيحة وهموية 6 سنتيم في لاطاي ديالها 160000 ريال 8000 درهم 800 اورو يا سلام غزالة ورائعة هادي الاخوات شي حاجة يا سلام يعني 800 اورو الاخوات 8000 درهم اللي بغاتها الاخوات شوف كيفاش دايره من الخلف يعني مباطيه مضوبله ها كيفاش هادشي ها
هانتوما لي غزالة رائعة. نجينا اختي حنا في مراكش، مديت مراكش قصرية الصفاء احبس، يعني اخت اللي جاوبتك دابا اختي هاجر، شكرا لك اختي. اخوات شكرا لكم بزاف بزاف على التتبع ديالكم، يعني تنحاول الاخوات ديما نبدعوا ونجيبوا لكم الاثمنه الرائعه. الاخت كيسوت بلا الكلو حاول ندير لكم بروموسيون وعرض حصري ان شاء الله. كي قلت لكم الاخوات راه غادي يكونوا، غتكون القرعه في اخر الشهر ان شاء الله، في 30 في هذا الشهر، في الشهر الداخل يعني شهر واحد، 30 في شهر واحد غتكون القرعه، يكون فيها ثلاثه الفائزين. الفائز الاول غيربح معنا سلسله، الفائز الثاني غورميت، الفائز الثالث حلقات، يعني ان شاء الله يكونوا، يعني القرعه تكون على المباشر. اللي خدم عندنا اي اختي كل فهاد الشهر غيشارك معنا في القرعه، الناس تاع المدن اخرى ولا مراكش ولا اي مدينه، يعني تدخلوا الاسماء ديالكم وتنكتبوهم، تكون الحظ اوفر للجميع ان شاء الله، يكون فائز ولا ثلاث فائزين ان شاء الله بحول الله. والاخوات مددنا لكم لي بروموسيون العروض اللي كاينين عندنا، يعني لغايه ان شاء الله الاخر 30 في شهر واحد، يعني ان شاء الله درنا شهر وخمس ايام زدنا في البروموسيون والعروض اللي دايرين لكم. هاد البراسيل الاخوات الثمن ديالو 5600 درهم، هذا تبارك الله، شوف براسلك كيبان غليظ ومماوي. وبالنسبة للاباك ديالو، الاباك ديالو 1700 درهم، حيت الدورة كبيرة، إلا كان دورة صغيرة يكون قل على حساب لاطاي. هذا الاخوات البراسلي داير الثمن ديالو 5600 درهم، سامبل ما فيه لا حجر لا والو، 5600 درهم يعني 560 اورو. وبالنسبة للاباك 1700 درهم 170 اورو. والصح والعمل الاخوات، شي حاجه اللي صحيحه وش حاجه اللي عمليه، وش حاجه اللي تقدر تلبسيها وتفكرين عليها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واش كترسلوا جميع مدن، جميع مدن المغرب اختي بالمجان، يعني تنصيفطوا لك تتصلي بالسلعه ديالك في طريق امانه ان شاء الله، تاخذيها وتتخلصي اللي جاب عليك ان شاء الله. الاخوات جاوبنا باش نشري، واختي هاجر جاوب عبد الحق ياسين، كاين عبد الحق وياسين، تيبان لي ياسين ناس، ياسين تجيب لك شي قهوه ولا لا؟ شي قهوه نص لا ولا السؤال جينا، ما شفت الميساج كيفاش الطريقه، كيفاش طريقه الارسال اختي؟ كي طريقه الارسال تصيفطي لنا العنوان والسميه والكنيه ورقم التليفون، وان شاء الله تنصيفطوا لك لي زارتيكل حتى للدار عندك، يعني تحاولي تسكريني لارتيكل تنتفاهم معاك، تنصيفطوا لك الجرامات اللي فيه، تنصيفطوا لك العبار ديالو، تنجمعوا لك لا كوموند، تنصيفطوا لك ورقه تاع امانه بان الروسي ديال باش ان شاء الله تمشي تسلميها، وتتبقى متبعين معاك لا كوموند، توصلك ان شاء الله وتسلميها، وتقريبا 48 ساعه 24 ساعه تتصل السلعه عندك حتى للدار الاخوات. بالنسبه للسلعه اللي موجوده، اما بالنسبه للسلعه اللي بحال دابا هاد اللويز اللي وريتكم دابا، هاد السلسله تاع اللويز، يعني تقريبا اللي بغاهم يكومونديهم غيتعطل تقريبا 4 ايام ولا 5 ايام. يعني هاد الاخوات هي طريقه تاع الارسال. اخوات الثمن ديال البراسلي هذا 5600 درهم، 560 اورو، 112000 ريال. وبالنسبة للاباك 34000 ريال، 170 اورو، 1700 درهم. غزالين هادو ورائعين الاخوات. وندوزو ليكم للكلاش، الكلاش الاخوات، لاطاي صغيرة هاد الكلاش هذا صراحة، من اللي بغاه غادي يعجب الاخوات اللي تجيو صغار. عندنا لاطاي كلهم، هي باش تعرفوا، يعني لاطاي تبدا عندنا من 5.5 حتى لستة، ستة ونص، يعني لاطاي كلهم كاينين عندنا، يعني هادي 5.5 الاخوات لاطاي تاع الكلاش، 5.5 ولا باك ديالو ها هو، يعني لا باك، يعني البراسلين بداو البراسلين الاخوات باش تستافدوا. نعطي 5.5 الاخوات هذا فقط 5800 درهم، سارعوا الاخوات هذا راه فيه واحد، يعني اللي بغاتو تستافدوا منه 5.5 غنحاودو نقول الثمن ديالو. يعني الاخوات الثمن ديال هذا الثمن ديالو 5800 درهم، 116 ريال وصحيح، يعني صحيح وش حاجه زوينه، 5800 درهم، 580 اورو، 116 ريال هاد البراسلي هذا الاخوات، قياس 5.5 هذا في لاطاي ديالو، ولا باك ديالو 1700 درهم. كاين عندي واحد خفاف ولكن هذا يعني صحيح وزوين، الثمن ديالو اخوات 1700 درهم لا باك. وبالنسبه للبراسلي 5800 درهم. الثمن دويز بلي هو ما كنصيفطوش لبرا المغرب، برا المغرب اختي، اختي سهام الا بغيتي شي عيد في العائله ديالك راه صيفطوا ليه، يعني الا بغيتي اختي سهام يعني ان شاء الله صيفطوا شي عيد هنا في المغرب، هو يصيفطوا لك لبرا، شي ندير مع الاخوات الا كان شي عيد في العائله ولا شي عيد هنا نصيفطوا ليه ان شاء الله. خواتم الزواج، واخا اختي ندوزهم لك اختي فضيله، مرحبا و الف مرحبا. اخوات هذا البراس الخاتم 1700 درهم، البراسلي 5800 درهم، يعني هادو رائعين اللي بغاتهم تسكرينيهم معاهم.
يعني شي حاجه يا سلام. والكارتي كما تنعودكم ديما يعني في العريض تنحاول نجيب لكم براسلي اللي صحيح وعريض مش حاجه اللي هماويه تلبسيه بان بحال لوريجينال ما تيبانش فرق كبير يعني كاين داك الاخوات